التجربة ديالي بدات في 2007 ملي حصلت على الجائزة الوطنية للتجديد التربوي، وهاد الجائزة الوطنية هذه فتحت لي المجال للاتصالات المتعددة، من بينها الاتصال بالريلو أو المكتب الجهوي للغة الإنجليزية اللي كانت كتشرف عليه اللي تشرف عليه السفارة الأمريكية. إذا من خلال هاد الريلو يعني والالتزام ديالي مع التجديد التربوي عموما ومع مشاريع تربوية في إطار الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية والشبكة المغربية للتربية والموارد، يعني كانت اتصالات مكتفة على أساس أنني إنسان نشيط يعني مهني أستاذ اللغة الإنجليزية معروف على الصعيد الوطني، والإنتاجات ديالي يعني أهلتني أنني نحظى بتسمية كمستفيد من برنامج IVLP الريادة الدولية. هذا البرنامج هذا ما كانش فيه مباراة، إنما كان تسمية، وهذا اللي تيخلي بأن يعني الجدارة والاستحقاق لا سيما الحاجة اللي تيشرفوا عليها الأمريكيين تيكون فيه واحد النادي الشرفية مستوى كبير. فالاستفادة ديالي كانت في إطار بعثة ديال شمال إفريقيا والشرق الأوسط اللي كانوا فيها احنا جوج المغاربة، كان ممثل ديال فلسطين، سوريا، لبنان، البحرين والأردن. كان الهدف ديال الزيارة هو اكتشاف النظام التعليمي الأمريكي، ومن خير باش نكتشفوا هذا النظام هذا يعني شنا الهيكلة ديالهم، الوزارات ديالهم يعني المسؤولين الرسميين على المستوى الفيدرالي في واشنطن، ومن بعد شنا الولايات، ثلاثة ديال الولايات تنشوفوا من الجامعة يعني من المستوى الجامعي للمستوى ديال روض الأطفال. وتقريبا العدد ديال المؤسسات اللي زرناها تفوت 45 مؤسسة، اكتشفنا من خلالها يعني عدد ديال المسائل سواء كتعلق بالبرامج ولا بالهيكلة ولا يعني كاع المسائل اللي تتعلق بالتعليم الابتدائي والثانوي على وجه الخصوص، وبطبيعة الحال زدنا التعليم العالي لأن ما خاب مجيب التفصيل اللي كان عليه المستوى ديال التعليم الابتدائي ديالهم وديال التعليم الثانوي. بالنسبة هذا الميزه ديال هذا البرنامج هذا اننا في الرجوع كان هو هناك صعوبه كبيره باش يعني التمرير ولا التشارك هذا داكشي اللي جبناه، يعني النظام التعليمي ديالنا شويه جامد لمستوى انه ما تيسمح شيء يعني بعدد باستثناء الندوات التربويه، ولكن كان عندنا المجال ديال الجمعية المغربية الأساتذة اللغة الإنجليزية اللي تنشد بها كجمعية مهنية متميزة وتتفتح المجال للتشارك والتقاسم ديال التجارب. إذا كان التقاسم ديالي في هذا الإطار هذا، ومن خلال التقاسم أيضا حزت العام الفايت على جائزة التكوين المستمر من جامعة كونكورديا، و يعني تمول لي السفر ديال الحصول ديال المشاركة في المؤتمر الدولي ديال تيسون في سياتل، وكانت هذيك ربما الزيارة الثالثة ليا للولايات المتحدة الأمريكية. باختصار هذا هو اللي يعني التجربة ديالي كزائر دولي، ولكن تنحاول ما امكن باش نتعامل مع الجمعية سواء اجتماعية ولا مهنية ولا تنموية، يعني الطريقة باش كنفيدهم انايا اولا انا عندي المستوى ربما اللغة الإنجليزية شوية تميز، تنحاول ما امكن باش نعاونهم في هذا الإطار هذا. وثانيا التجربة ديالي في إطار الجمعية المغربية الأساتذة اللغة الإنجليزية، كنت رئيس ويعني عندي على مستوى التنظيم، وهذا يعني عندي تجربة تنفيذ، يعني الوجود ديالي دائما تيكون تيملأ واحد الفراغ ضئيا، رغم ان المجال الاجتماعي عندي شويه فيه، يعني ما عنديش تجربه بحال التنمويه كما الاستاذه امينه ولا السي عزيز، وانما دائما تيبقى ان هناك شي حوايج اللي ممكن نفيد بهم. وشكرا لكم. اذا الله يخليكم.